بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أعزائي أبنائي الطلبة والطالبات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدني ويشرفني أن أتواصل معكم في درس جديد من دروس مادة الرياضيات للصف الثالث ثانوي القسم العلمي. سوف نتحدث بعون الله تعالى عن الباب الخامس، والذي عنوانه هو التكامل. سوف نتعرف ما هو التكامل، وما الفرق بين التفاضل والتكامل، كذلك ما العلاقة بينهما. درسنا في باب المشتقة الأولى أو باب التفاضل كيفية إيجاد دال صاد على دال سين للدال صاد. اليوم بعون الله تعالى إذا كان لدينا دال صاد على دال سين، والمطلوب إيجاد الدال صاد الطريقة العكسية. بمعنى إذا كان نحن نعلم أن صاد تساوي دالة في سين، نعلم أن المشتقة يرمز لها بالرمز دال صاد على دال سين أو دالة شرطة في سين. عرفنا من المعادلة الأولى صاد تساوي دالة سين كيفية إيجاد دال صاد على دال سين. اليوم حنأخذ إذا كان عندنا دال صاد على دال سين، كيف نأخذه بالعكس، كيف نرجع إلى الدالة صاد. هذا هو عنوان الباب باختصار. إذن الباب الخامس يتحدث عن التكامل. التكامل، أو كما قلنا درسنا في السابق طريقة إيجاد المشتقة الأولى للدالة شرطة سين للدالة صاد. اليوم سوف ندرس العملية العكسية للتفاضل، أي طريقة إيجاد الدالة صاد بمعلومية دال صاد على دال سين، أو الطريقة العكسية. وتسمى هذه الطريقة بالتكامل، أي أن التكامل هو العملية العكسية للتفاضل، أو هو إيجاد الدالة صاد بمعلومية دال صاد على دال سين. بمعنى أن التفاضل أو التكامل هو عملية عكسية التكامل هو عملية عكسية للتفاضل، أو هو إيجاد الدالة صاد بمعلومية تفاضلها دال صاد على دال سين، بمعلومية تفاضلها دال صاد على دال سين. فمثلا إذا كان لدينا صاد تساوي سين تكعيب، نعلم أن دال صاد على دال سين تساوي 3 سين تربيع. أيضا إذا كانت صاد تساوي نص سين تربيع، نعلم أن دال صاد على دال سين يساوي سين. اليوم بعون الله تعالى حنأخذ الجزء الثاني، يعني حيكون عندنا دال صاد على دال سين، وكيف نرجع إلى الدالة صاد، كيف نتحصل على الدالة صاد. أيضا إذا كان دال صاد على دال سين يساوي سين، كيف نثبت أن صاد تساوي نص سين تربيع، أو الطريقة حنرده بالعكس. إذن التكامل ما هو إلا عملية عكسية للتفاضل، أو هو إيجاد الدالة صاد بمعلومية تفاضلها دال صاد على دال سين، أو هو إيجاد منحنى الدالة صاد بمعلومية ميلها ميم، لأن الميل هو دال صاد على دال سين. فبمعلومية الميل نستطيع، أو سنأخذ كيف نأخذ نتوصل إلى المنحنى الدالة صاد. كما يمكننا أن نعرف التكامل بأنه هو إيجاد منحنى الدالة إذا علم ميلها كما قلنا. فمثلا إذا كانت صاد تساوي سين تربيع، نعلم أن دال صاد على دال سين يساوي 2 سين، تفاضل السين تربيع يساوي 2 سين، تفاضل السين تربيع يساوي 2 سين كما أخذنا في باب التفاضل. ولكن أيضا إذا كانت الدالة صاد تساوي سين تربيع ناقص 3، أيضا تفاضلها 2 سين، تفاضل السين تربيع ناقص 3 2 سين، لأن تفاضل السين تربيع 2 سين.
تفاضلت ناقص 3 صفر، من هذا ان تفاضل سين تربيع ناقص 3 يساوي 2 سين. ايضا اذا كانت صاد تساوي سين تربيع زائد 5، سين تربيع زائد 5 ايضا تفاضلها 2 سين. يعني هذا معنى هذا ان 2 سين هي تفاضل للدالة سين تربيع زائد اي ثابت عددي، اي ثابت عددي. وبشكل عام اذا كانت صاد تساوي سين تربيع زائد كاف، حيث كاف ثابت عددي، فان دال صاد على دال سين يساوي 2 سين، يساوي 2 سين. إذن معنى هذا ان اذا عندنا دال صاد على دال سين واردنا الحصول على الدالة صاد، تسمى هذه العملية بالتكامل. وبطريقة عكسية اذا كانت دال صاد على دال سين تساوي 2 سين، فإن صاد تساوي تكامل، تكامل ويرمز له بهذا الرمز، ونأسف لأبنائنا الطلبة أن هذا الرمز مكتوب بالمقلوب، وذلك لأن الأفص اللي يشتغل عليها الأجهزة لا يوجد فيها علامة التكامل بالعربي، لأن علامة التكامل بالعربي تكون بهذا الوضع. ولذلك صاد تساوي تكامل 2 سين بالنسبة للسين، هذه علامة التكامل، تكامل 2 سين حيساوي سين تربيع زائد كاف، حيث كاف يسمى ثابت التكامل. الكاف في المرة الأولى كان صفر، ما عنديش في المعادلة سين تربيع. المرة الثانية كان سين تربيع ناقص 3، كان الكاف ناقص 3، أيضا قلنا تفاضلها 2 سين. الكاف في المعادلة الثالثة كان 5، سين تربيع زائد 5 تفاضلها 2 سين. معنى هذا أن تكامل 2 سين حيساوي سين تربيع زائد أي ثابت عددي ونطلق عليه الرمز كاف أو جيم أو ثاء كما سنرى لاحقا، حيث كاف يسمى ثابت التكامل في هذه الحالة. في هذه الحالة نرجع إلى عرض شرائحنا. بشكل عام تكامل المشتقة دالة شرطة سين بالنسبة للسين هنتحصل على الدالة صاد زائد ثابت. من هذا أن تكامل دالة شرطة بالنسبة للسين هو دالة سين زائد ثابت. نأخذ قواعد التكامل. أول قاعدة تقول أن تكامل ألف بالنسبة للسين، حيث ألف ثابت عددي، تكامل أي ثابت عددي، الثابت هذا نستطيع إخراجه خارج علامة التكامل ويساوي ألف تكامل دال سين. تكامل دال سين هو سين، تكامل دال سين هو سين مضروب في الألف حيساوي ألف سين زائد ثابت. مثلا تكامل 2 بالنسبة للسين حيساوي، يعني شنو هي الدالة اللي تفضلها 2؟ الدالة اللي تفضلها 2 هي 2 سين زائد أي ثابت عددي نطلق عليه الرمز ثاء. مثلا تكامل 7 بالنسبة للسين يساوي 7 سين زائد ثابت. ليش؟ لأن تفاضل السبعة سين 7 والثابت تفاضل أي ثابت بصفر كما أخذنا. تكامل نص بالنسبة للسين نقدر نكتبه بالصورة تكامل دال سين على 2 حيساوي نص سين زائد ثابت. لاحظ معايا ان النص سين تفاضلها نص والثابت تفاضله صفر، والثابت تفاضله صفر. وبالتالي تكامل 2 سين بالنسبة للسين يساوي 2 سين زائد ثابت. الثابت يسمى ثابت التكامل، ثاء يسمى ثابت التكامل. أيضا تكامل نص بالنسبة سين نقدر نكتبها بصورة دال سين على 2 وهو نص سين زائد ثابت. لاحظ أن تفاضل نص سين زائد ثابت هيعطي نص. أيضا نشوف القاعدة الثانية والقاعدة العامة في التكامل، ومن أهم قواعد التكامل. القاعدة تقول تكامل سين أس نون تساوي سين أس نون زائد 1 على نون زائد 1 زائد ثابت. لاحظ معايا في حالة التفاضل إذا كانت صاد تساوي سين أس 5 مثلا، سين أس 5 قلنا نحن دال صاد
على دال سين شو كنا نديره؟ هنضرب الأس في المعامل 5 ونطرح من الأس 1، نقول سين أس 5 ناقص 1، وهذا حيساوي 5 سين أس 4. معنى هذا أن تكامل 5 سين أس 4 حيساوي سين أس 5 زائد ثابت زائد ثابت. إذن التكامل قلنا هو عملية عكسية للتفاضل، يعني مثلا تكامل 5 سين أس 4 بالنسبة السين شن حيساوي؟ قلنا التكامل هو عملية عكسية للتفاضل، في التفاضل كلنا نطرحه من الأس 1، في التكامل نزيد الأس 1، حتجد سين أس 4 زائد 1، عندي المعامل 5 4 زائد 1 على 4 زائد 1 زائد ثابت العددي ثابت العددي، وهذا حيساوي 5 سين أس 5 على 5 زائد ثابت. إذن 5 حتمشي مع 5 حتساوي سين أس 5 زائد ثابت. لاحظ إن تفاضل سين أس 5 5 سين أس 4، تكامل 5 سين أس 4 تكامل 5 سين أس 4 حيعطيني سين أس 5 زائد ثابت. إذن استنتجنا إن التفاضل أو التكامل ما هو إلا عملية عكسية للتفاضل، التكامل ما هو إلا عملية عكسية للتفاضل. لو أخذنا مزيد من التمارين، مثلا إذا كانت تكامل أوجد تكامل سين تربيع بالنسبة السين، في هذه الحالة كيف ما تنص القاعدة؟ القاعدة تقول تكامل نزيد الأس 1 ونقسم على الأس الجديد، حتقعد هذه حتساوي سين أس 2 زائد 1 3 نقسم على 3 زائد الثابت العددي. لاحظ يعني هذه نقدر نكتبوها على الصورة أن ثلث سين تكعيب زائد ثابت. لاحظ أن تفاضل ثلث سين تكعيب حيرد سين تربيع أيضا تكامل 2 سين بالنسبة سين حيساوي تبع القاعدة، هنزيد الأس 1، الأس عندي 1 هنزيده 1 ونقسم على الأس الجديد حيصبح 2 سين أس 1 زائد 1 2 مقسوم على 2 زائد الثابت العددي، وبالتالي 2 تمشي مع 2 حيصبح الناتج تكامل 2 سين بالنسبة سين حيصبح سين تربيع زائد ثابت الثابت هذا أي قيمة. لاحظ أن تفاضل السين تربيع 2 سين، تفاضل سين تربيع زائد أي ثابت عددي حيساوي 2 سين بالنسبة زائد تفاضل سين تربيع زائد أي ثابت حيساوي 2 سين. شوفوا القاعدة شو نقول، فمثلا تكامل سين تربيع بالنسبة السين نتبعوا القاعدة، القاعدة تقول نزيد الأس 1 ونقسم على الأس الجديد، وبالتالي لما نزيد 2 1 حتصبح سين أس 3 على الأس الجديد اللي هو 3 زائد ثابت عددي. لاحظ معي تكامل سين أس 4 هنزيد الأس 1 ونقسم على الأس الجديد وتساوي سين أس 5 على 5 زائد ثابت. لاحظ أن تفاضل سين تكعيب على 3 هو سين تربيع، سين أس 5 على 5 تفاضلها سين أس 4. أيضا تكامل سين دال سين على سين تربيع، لاحظ أن حنرفع سين تربيع باستخدام الأسس أو قوانين الأسس، حنرفعها للبسط مع تغيير إشارة الأس، فيصبح تكامل سين تربيع حترجع للبسط تجد ناقص 2 سين أس ناقص 2 بالنسبة سين. نتبع نفس القاعدة وبالتالي نجد أن لما نزيد الناقص 2 زائد 1 ناقص 2 زائد 1 حيساوي الناتج ناقص 1، وبالتالي تكامل سين أس ناقص 2 بالنسبة سين حيساوي سين أس ناقص 2 زائد 1 ناقص 1 على الأس الجديد اللي هو سالب 1 زائد ثابت.
السين أس سالب واحد نقدر نرجعوها للمقام سين أس واحد، والناقص ثابت حيصبح ناقص واحد على سين زائد ثابت العددي. نشوفوا التمارين على موضوع أو ملاحظات على موضوع التكامل. أول ملاحظة تقول الثابت العددي نقدر نطلعه برا من التكامل. تكامل مثلا تكامل 3 سين أس 5 بالنسبة سين، نستطيع إخراج العدد الثابت خارج علامة التكامل فيصبح 3 تكامل سين أس 5 بالنسبة السين. وتكامل سين أس 5 حنزيده الأس 1 ونقسم على الأس الجديد فتصبح 3 مضروبة في سين أس 6 سين أس 6 على 6 زائد الثابت العددي، واختصارات حيصبح الناتج نص سين أس 6 زائد ثابت. ولاحظ أن تفاضل نص سين أس 6 هو 3 سين أس 5. إذن الملاحظة الأولى تقول أن تكامل ألف سين أس نون حيث ألف ثابت عددي، الألف نقدر نطلعوه خارج علامة التكامل. أيضا أعزائي وأبنائي الطلبة والطالبات، قبل البدء في عمليات التكامل يفضل مراجعة الاختصارات الجبرية وقوانين التحليل، لأن التكامل ما فيهش قوانين كيف قوانين التفاضل، تفاضل حاصل ضرب دالتين خارج قسم الدالتين تفاضل دالة الدالة. التكامل يعتمد اعتماد كلي على مهارة الطالب في الاختصارات الجبرية. هناخدوا الاختصارات الجبرية شنو هن، لأن قدرة الطالب على إجراء عمليات التكامل يتوقف على مهارته في اختصار المقادير الجبرية والتعامل معها. مثلاً يجب على الطالب مراجعة قوانين التحليل اللي أخذها في الصف الثالث الإعدادي أو الصف التاسع. مثلاً قوانين الفرق، أول حاجة الفرق بين مربعين، القانون يقول سين تربيع ناقص صاد تربيع هيساوي سين ناقص صاد مضروبة في سين زائد صاد. هذا قانون الفرق بين مربعين. مثلا إذا كان قلنا سين ناقص 5 مضروبة في سين زائد 5 مقدارين جبريين أحدهما مرافق للآخر يسمى فرق بين مربعين، الناتج حيساوي مربع الأول سين تربيع ناقص مربع الثاني مربع الخمسة 25. يجب على الطالب أخذ في عين الاعتبار بمراجعة قوانين التحليل. أيضا المربع كامل إذا كان عندي سين زائد صاد الكل تربيع، هذا يسمى مقدار مربع كامل. الفك متاع فك بسيط، يقولوا مربع الأول مربع سين سين تربيع، بعدين الأول في الثاني في 2 زائد الأول في الثاني سين في صاد سين صاد في 2 ب 2 سين صاد زائد مربع الثاني مربع الصاد هو صاد تربيع. مثلا ألف زائد 3 الكل تربيع، هذه عبارة عن مربع الأول ألف تربيع، الأول في الثاني الإشارة موجب، الأول في الثاني ألف في 3 ب 3 ألف في 2 6 ألف زايد مربع الثاني مربع الثلاثة 9. شوفوا معايا، مثلا صاد ناقص 5 الكل تربيع، مربع الأول صاد تربيع، الأول في الثاني صاد في الناقص 5، ويجب على الطالب أن يأخذ في اعتباره الإشارة السالبة، صاد في ناقص 5 بناقص 5 صاد، في 2 بناقص 10 صاد زائد مربع العدد الثاني أو مربع الناقص 5 هو 25. وبالتالي هذا ما يسمى بالمربع كامل. أيضا تحليل فرق ومجموع مكعبين، مثلا
سين تكعيب ناقص صاد تكعيب ناقص صاد تكعيب. قانون يقول جذر التكعيب للأول سين نفس الإشارة سالب جذر التكعيب للثاني صاد مضروبة في مربع الأول سين تربيع زائد الأول في الثاني سين صاد زائد مربع الثاني صاد تربيع. هذا يسمى فرق، هذا يسمى فرق بين مكعبين. مكعبين مثلا ألف تكعيب ناقص ثمانية ناقص ثمانية، ألف تكعيب ناقص العدد ثمانية هيساوي، لاحظ أن الألف مكعبة والثمانية هي تكعيب العدد اثنين، فنستطيع أن نقول الجذر التكعيبي للأول ألف ناقص الجذر التكعيبي للثمانية هو اثنين مضروبة في مربع الأول ألف تربيع زائد الأول في الثاني اثنين ألف زائد مربع العدد اثنين أربعة. أيضا مجموع مكعبين، على الطالب مراجعة قوانين التحليل صاد تكعيب، هيساوي أن تعرضوا لهم في التكاملات، هيساوي الجذر التكعيبي للأول سين زائد الجذر التكعيبي للثاني صاد مضروبة في مربع الأول سين تربيع ناقص الأول في الثاني سين صاد زائد مربع العدد الثاني صاد تربيع. مثلا ألف تكعيب زائد 27، لا ألف تكعيب عفوا ألف تكعيب زائد 27 هتساوي الجذر التكعيبي للألف تكعيب ألف زائد الجذر التكعيبي للسبعة وعشرين ثلاث مضروبة في مربع العدد الأول ألف تربيع زائد أو ناقص الأول في الثاني ثلاثة ألف زائد مربع العدد الثاني تسعة تسعة. مراجعة سريعة لقوانين التحليل، فكيف ما قلنا يجب على الطالب أن قبل البدء في عمليات التكامل يفضل أن يراجع الاختصارات الجبرية وكذلك قوانين التحليل، لأن قدرة الطالب كيف ما قلنا تعتمد في إجراء عمليات التكامل تعتمد على مهارته في اختصار المقادير الجبرية وكذلك التعامل معها. نأخذ تمارين متنوعة في التكامل، تمارين بسيطة نراجع بها الأساسيات التكامل وكيفية التعامل معها. يقول أحسب كل من التكاملات الآتية، المثال الأول يقول تكامل 3 سين بالنسبة لسين، تكامل 3 سين بالنسبة لسين. لاحظوا معايا نقدروا كيف ما حكينا أن نطلع الثلاثة برا التكامل من خواص التكامل أو نكامل على طول. أنا عندي الأس هنا واحد، فنزيد الأس واحد ونقسم على الأس الجديد فتصبح النتيجة 3 سين أس 2 على الأس الجديد 2 زائد ثابت، نستطيع أن نكتبها على الصورة 3 على 2 سين تربيع زائد ثابت زائد ثابت. فكيف ما حكينا إن تكامل نقدر نطلع 3 برا ونكامل سين هتصبح 3 سين تربيع على 2 زائد ثابت. المثال الثاني يقول أوجد أو أحسب تكامل 5 سين أس 4، أحسب تكامل 5 سين أس 4. نستطيع وبسهولة أن نزيد الأس واحد ونقسم على الأس الجديد، تكامل 5 سين أس 4 هتجد 5 سين زيدوا الأربعة واحد هتصبح 5 على 5 كيف ما حكينا زائد ثابت عددي. لاحظ أن عند إجراء عملية التكامل أو أول ما نبدأ نكامل ما نكتبوش علامة التكامل، والخمسة بعدين هتمشي مع الخمسة هيصبح الناتج سين أس 5 زائد ثابت زائد ثابت. نشوفوا طريقة الحل، هنزيد الأس واحد ونطرح على الأس الجديد أو نقسم على الأس الجديد فتصبح 5 سين أس 5 على 5 زائد الثابت العددي، 5 تمشي مع الخمسة هيصبح الناتج سين أس 5 زائد ثابت.
مثال الثالث يقول أوجد التكامل 2 س ناقص 1 على س تربيع بالنسبة س، كيف ما سبق ونوهنا قلنا ما نقدرش نكامل إلا لما نلقوا الدالة كلها مقدار جبري في البسط، حيجي التكامل 2 س ناقص الواحد على س تربيع نقدر نكتبوه على صورة س أس ناقص 2، رفعنا س تربيع باستخدام قوانين الأسس اللي خديناها في سنة أولى ثانوي بالنسبة لس، والآن أصبحت عملية التكامل سهلة، إن نزيد الأس واحد ونقسم على الأس الجديد. فمثلا لما نزيد الأس عندي هنا واحد 2 س، لما نزيد الواحد واحد حيصبح 2 س أس 2 على 2 ناقص س أس ناقص واحد زائد ناقص 2 زائد واحد فيها ناقص واحد على ناقص واحد اللي هو الأس الجديد زائد الثابت العددي. لاحظ أني لما بديت نكامل ما كتبتش علامة التكامل، لما بديت نكامل ما عادش نكتبوا علامة تكامل، فلذلك حتمشي 2 مع 2 والسالب في السالب بموجب، فيصبح الناتج س تربيع ناقص في الناقص بموجب س أس ناقص 1 زائد ثابت. نستطيع أيضا اختصارها على الصورة س تربيع زائد س أس ناقص 1 هي 1 على س زائد ثابت عددي زائد ثابت عددي. وبالتالي هنشوفوا طريقة الحل، هنرفع الواحد على س تربيع، نرفع س تربيع للبسط فتصبح س أس ناقص 2، ونقوم بعملية التكامل نزيد كل أس واحد ونقسم على الأس الجديد اللي طلع لي، وبالتالي يصبح الناتج س تربيع زائد واحد على س زائد ثابت كيف ما شرحنا. المثال الرابع، المثال الرابع يقول أوجد أو أحسب تكامل س ناقص 2 في س زائد 3 بالنسبة س. طبعا يجب فك الأقواس، يجب أن نفك الأقواس. لاحظ أن القوسين حدين أو مقدارين جبريين أحدهما مرافق جبري للآخر، س ناقص 3 مضروبة في س زائد 3 ما هي إلا تكامل، علامة التكامل س ناقص 3 في س زائد 3، هذا قانون مشهور هو قانون الفرق بين مربعين، قانون الفرق بين مربعين، والقانون يقول س تربيع ناقص 9 بالنسبة س. لاحظ أن س تربيع ناقص 9 هو س ناقص 3 في س زائد 3، أصبحت عملية التكامل سهلة، ويصبح تكامل س تربيع، تكامل س تربيع س أس 3 على 3 زائد أو ناقص، عذرا ناقص 9، تكامل 9 9 س زائد الثابت العددي، تكامل 9 9 س، قلنا تكامل أي ثابت حنضربه في س، تكامل ألف بالنسبة س حيساوي ألف س زائد ثابت خديناها في السابق، وبالتالي حيصبح ناتج تكامل س ناقص 3 في س زائد 3 هو ثلث س تكعيب ناقص 9 س زائد ثابت زائد ثابت. س ناقص 3 قلنا المقدار هذا هو فرق بين مربعين، حيصبح س تربيع ناقص 9، وتكامل س تربيع س تكعيب على 3، تكامل الناقص 9 بناقص 9 س زائد ثابت التكامل زائد ثابت التكامل. مثال خامس يقول أوجد تكامل 1 ناقص 3 س مضروبة في 2 زائد س. في الحالة هذه، في الحالة هذه حنقوم بعملية فك الأقواس، يعني بمعنى أني نضرب الواحد في القوس 2 زائد س، ونضرب الناقص 3 س في القوس 2 زائد س. هنضرب الواحد في 2 مرة في 2 ومرة في س، فيجد 1 في 2 ب 2 زائد 1 في س زائد س. أيضا ناقص 3 حنضربوها في 2 ونضربوها في س، فيصبح ناقص 3 س في 2 بناقص 6 س، ناقص 3 س في الزائد س موجب في السالب سالب 3 س في الس 3 س تربيع 3 س تربيع. هذا كله
أعزائي نبي نكاملة بالنسبة السين. نقوم بجمع الحدود المتشابهة، نقوم بجمع الحدود المتشابهة. عندي حدين متشابهين، سين ناقص ستة سين ناتج متاع ناقص خمسة سين، ناقص خمسة سين، واحد سين ناقص ستة سين إشارة الأكبر ونطرح، فيصبح الناتج اثنين ناقص خمسة سين ناقص ثلاثة سين تربيع بالنسبة سين. الآن نقوم بعملية التكامل البسيطة. تكامل أي ثابت؟ تكامل اثنين، اثنين سين ناقص تكامل الخمسة سين، خمسة سين تربيع على اثنين ناقص تكامل ثلاثة سين تربيع، ثلاثة سين تكعيب على ثلاثة زائد ثابت التكامل، زائد ثابت التكامل. نستطيع الاختصارات، حيصبح الناتج 2 سين ناقص 5 على 2 سين تربيع، 3 هتمشي مع الثلاثة حيصبح ناقص سين تكعيب زائد ثابت، زائد ثابت. وبالتالي تكامل 1 ناقص 3 سين، حنفك الأقواس كيف ما نوهنا، فك الأقواس ونجمع الحدود المتشابهة، سين ناقص 6 سين فيها ناقص 5 سين، تكامل 2 ب 2 سين تكامل الناقص 5 سين ناقص 5 سين تربيع على 2، وكذلك تكامل 3 سين تربيع 3 سين تكعيب على 3، حتمشي 3 مع 3 فيصبح الناتج 2 سين ناقص 5 على 2 سين تربيع ناقص سين تكعيب زائد ثابت، زائد ثابت. المثال رقم 6، احسب تكامل 2 تا تربيع ناقص تا ناقص واحد على تا ناقص واحد. لاحظ ان البسط عندي، لاحظ ان البسط عندي عبارة عن، لاحظ ان البسط عندي عبارة عن مقدار ثلاثي، مقدار ثلاثي. نستطيع تحليل البسط بالمقدار بأي طريقة من الطرق، ومثلا بطريقة المقص. 2 تا تربيع عبارة عن 2 تا مضروبة في مقسومة على، أو 2 تا تربيع هي 2 تا مضروبة في تا. أيضا الواحد عبارة عن واحد في الواحد، الإشارة سالبة معناها الكبير ياخذ إشارة الحد الأوسط، الكبير ياخذ إشارة الحد الأوسط، فتصبح 2 تا في الناقص واحد، يعني حيعطي ناتج تكامل تا ناقص واحد، 2 تا زائد واحد على تا ناقص واحد. هذا نبي نكامله بالنسبة تا، بالنسبة تا، بالنسبة تا. لاحظ ان التكامل بالنسبة لتا، مش دائما التكامل بالنسبة سين، قد يكون التكامل لأي متغير، لأي متغير. وبالتالي حتمشي 2 تا أو تا زائد واحد مع تا زائد واحد، فيكون الناتج عبارة عن تكامل 2 تا زائد واحد بالنسبة لتا، بالنسبة لتا. وبالتالي تكامل 2 تا حيساوي 2 تا تربيع على 2 زائد تكامل الواحد بالنسبة لتا هو تا زائد الثابت العددي، زائد الثابت العددي اللي نرمز له بالرمز فا. ايضا لما نختصره حتمشي 2 مع 2 يجي تا تربيع زائد تا زائد ثابت التكامل نرمز له بالرمز فا. هذا ناتج التكامل. اذا تكامل المقدار هذه حيعطينا، نحلل البسط الى مقدار، تحليل مقدار ثلاثي، تحليل مقدار الثلاثي حيعطيني الناتج 2 تا زائد 1 في تا ناقص 1، حتمشي تا ناقص 1 مع تا ناقص 1 يصبح تكامل 2 تا زائد 1 بالنسبة تا، وهذا التكامل تكامل بسيط حيصبح تا تربيع زائد تا زائد ثابت التكامل اللي رمزنا له بالرمز ثاء. المثال السابع، المثال السابع تكامل 3 ناقص سين الكل تربيع، تكامل 3 ناقص سين الكل تربيع،
سمينا هذا المقدار كيف ما نوهنا في اختصار المقادير الجبرية في البداية، سميناه مربع كامل. طريقة فك المربع الكامل قلنا مربع الأول حيصبح تكامل، مربع الأول اللي هو 9 ناقص الأول في الثاني في 2 6 سين زائد مربع الثاني سين تربيع، هذا كلنا بنكامله بالنسبة إلى سين، أصبح التكامل المباشر تكامل 9 9 سين. لاحظ معاش نرسم علامة التكامل، ناقص تكامل 6 سين 6 سين تربيع على 2 زائد تكامل السين تكعيب سين أس 3 على 3، قلنا نزيد الأس 1 ونقسم على الأس الجديد، زائد ثابت التكامل، زائد ثابت التكامل. نختصر المقادير هتصبح 9 سين ناقص 6 قسمة 2 3 سين تربيع وزائد ثلث سين تكعيب زائد ثابت، زائد ثابت التكامل. هذه هي نتيجة هذا التكامل. يجب علينا أن نقوم بفك المقدار المربع كامل، هنفك المقدار مربع كامل. بفك المقدار حيصبح 9 ناقص 6 سين زائد سين تربيع، 9 هي مربع الأول ناقص الأول في الثاني 3 سين في 2 6 سين زائد مربع الثاني، مربع الثاني هو سين تربيع. وتكامل 9 9 سين، تكامل ناقص 6 سين ب 3 سين تربيع اللي هي 6 سين تربيع على 2، 6 على 2 هتصبح 3 سين تربيع، زائد سين تكعيب على 3 زائد ثابت، زائد ثابت. المثال الثامن يقول احسب تكامل سين تكعيب ناقص 27 على سين ناقص 3 بالنسبة لسين، بالنسبة لسين. وبالتالي لاحظ ان البسط عبارة عن فرق بين مكعبين، سبق واخذنا قانون الفرق بين مكعبين، حنحلل البسط بفرق بين مكعبين، فيصبح حيصبح تكامل سين تكعيب الجذر التكعيبي لها سين ناقص الجذر التكعيبي لل 27 3 مضروبة في مربع الأول سين تربيع زائد الأول في الثاني 3 سين زائد مربع الثاني 9 مقسوم على سين ناقص 3، هذا كله نبي نكامله بالنسبة إلى سين. لاحظ أن السين ناقص 3 هتمشي مع سين ناقص 3، سين ناقص 3 تمشي مع سين ناقص 3، وبالتالي يصبح لدينا تكامل سين تربيع زائد 3 سين زائد 9 بالنسبة لسين، بالنسبة إلى سين. تكامل السين تربيع سين تكعيب على 3 زائد تكامل 3 سين 3 سين تربيع على 2 زائد تكامل 9 تكامل أي ثابت، هيكون هذا ثابت مضروب في سين زائد ثابت التكامل، زائد ثابت التكامل. إذن تكامل سين تكعيب ناقص 27 على سين ناقص 3، حنفك البسط كيف ما نوهنا فرق بين مكعبين، حيصبح سين ناقص 3 في سين تربيع زائد 3 سين زائد 9 مقسوم على سين ناقص 3، تمشي سين ناقص 3 مع سين ناقص 3، يصبح الناتج تكامل سين تربيع زائد 3 سين زائد 9 بالنسبة إلى سين، بالنسبة إلى سين. والتكامل أصبح مباشر، هيكون سين تربيع سين تكعيب على 3 زائد 3 سين تربيع على 2 زائد 9 سين زائد ثابت، زائد ثابت. لو أخذنا نوع آخر من تمارين التكامل، نوع آخر من أنواع تمارين التكامل، يقول إذا كان ميل المنحنى يساوي 3 سين تربيع ناقص 4. ميل المنحنى نعلم أن ميل المنحنى ما هو إلا عبارة عن دال صاد، دال صاد على دال سين 3 سين تربيع ناقص 4.
نوه لي قال لي إذا كان ميل المنحنى عطاني الميل في التفاضل كان يعطي فيها في المعادلة ويطلب مني إيجاد الميل كنا نفاضله الآن عطاني الميل إذا كان الميل يساوي 3 سين تربيع ناقص 4 المطلوب أوجد معادلة المنحنى كيف ما قلنا في التفاضل كان يعطيني معادلة المنحنى ويطلب مني الميل في الحالة هذه نقوم بعملية التفاضل المثال هذا عطاني الميل وطلب مني معادلة المنحنى معناها هذه عملية عكسية للتفاضل وسميناها كيف ما نوهنا بعملية التكامل إذن ميم يساوي 3 سين تربيع ناقص 4 المنحنى يمر بالنقطة ناقص 1 على 6 أوجد معادلة هذا المنحنى نحن نبو معادلة المنحنى معناها نقوم بعملية التكامل يقعد صاد اللي هي معادلة المنحنى تساوي تكامل الميل 3 سين تربيع ناقص 4 بالنسبة إلى سين تكامل 3 سين تربيع هيصبح ناتج التكامل 3 سين تكعيب على 3 ناقص 4 سين زائد ثابت عددي الثلاثة هتمشي مع الثلاثة تجد إذن صاد تساوي سين تكعيب ناقص 4 سين زائد الثابت العددي اللي هو ثا اللي ولكن المنحنى يمر بالنقطة ناقص 1 و6 بما أن المنحنى يمر بالنقطة ناقص 1 و6 معناها يجب علينا إيجاد ثابت التكامل معنى هذا أن النقطة هذه تقع على المنحنى يعني النقطة ناقص 1 و6 ناقص 1 و6 تقع على المنحنى وبالتالي النقطة هذه تحقق معادلة هذا المنحنى تحقق معادلة المنحنى معنى هذا أن هنحول صاد ونحط قيمتها 6 نحول سين ونحط قيمتها ناقص 1 بيش نجيبه ثابت التكامل بالتعويض عن النقطة وبالتعويض عن النقطة ناقص 1 و6 تصبح 6 تساوي ناقص 1 تكعيب ناقص 4 مضروبة في ناقص 1 زائد ثابت التكامل هتصبح 6 تساوي ناقص 1 تكعيب بناقص 1 ناقص 4 في الناقص 1 بموجب 4 زائد ثابت التكامل ناقص 1 هتصبح 6 تساوي ناقص 1 زائد 4 3 زائد ثابت إذن ثابت التكامل حيساوي 6 ناقص 3 ويساوي 3 إذن تصبح معادلة المنحنى إذن صاد تساوي هذه معادلة المنحنى سين تكعيب ناقص 4 سين زائد ثابت التكامل اللي نحن أصلا طلعناه 3 هذه هي معادلة المنحنى المطلوبة يجب على الطالب التفرقة ما بين ميل المنحنى إذا كان معطي أو إذا كان مطلوب هنرد للمثال ميل المنحنى هو دال صاد على دال سين معطى 3 سين تربيع ناقص 4 إذن معادلة المنحنى صاد هي تكامل ميل المنحنى 3 سين تربيع ناقص 4 عرفنا أن تكامل 3 سين تربيع هي سين تكعيب ناقص 4 سين زائد ثابت التكامل هذه معادلة المنحنى ما لم يبقى إلا إيجاد ثابت هذا التكامل لكن المنحنى يمر بالنقطة ناقص 1 و6 فهي تحقق معادلته يعني النقطة تقع على المنحنى معناها تحقق معادلته حنحول صاد ونحط قيمتها نحول سين ونحط قيمتها لإيجاد ثابت التكامل يصبح ثابت التكامل كيف ما نوهنا 3 وبالتالي تكون معادلة المنحنى هي صاد تساوي سين تكعيب ناقص 4 سين زائد 3 أتمنى من الطلبة الجد والاجتهاد وإلى أن نتواصل معكم في حلقة جديدة أو درس جديد من دروس مادة الرياضيات أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.